السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الظروف والاحوال ان شاء الله. تكونوا مدوزين البنات الصيف ديالكم زوين وكتخرجوا مع هاد الحراره هادي وكتمشيو شي لابيسين شي بليصه زوينه. ايوا الله يرحمنا من عنده اللي جات كتغلبنا، ولكن الحمد لله بالخصوص الناس ديال فاس راهم كيولفوا الصيف ديال فاس. كيف بقيتوا البنات مع هاد الحراره؟ مزيان. ايوا كنشكركم البنات بزاف على الكومونتيرات الزوينين ديالكم. اليوم غنشارك معكم البنات العرادة اللي كانت عندي في الدار. المهم هنا غنوجد البنات الزعلوك ديال الكوكوت، كيف ما كتشوفوا هنايا مقطعة الدنجال مرصويات لي صغار باش ما ياخذليش وقت في الطياب، والمطيشة مقطعة، والثومة خليتها هكا كدريسات حيت البنات راكم عارفين الزعلوك كيتمعس داك الثومة ما كتبقاش كاع باينة واخا ما تضيعوش فيها الوقت. بالنسبه للبنات هذا ديال الكوكوت ما كديروا فيه لا ما لا حتى شي حاجه، كتجيو كتاخذوا الكوكوت ديالكم كديروا فيها زعلوك زعما الدنجال هو التحتاني، كديروا فوق منه مطيشه ثومه وديروا العطريه وما تحركوش البنات حتى تجيو تمعسوا عاد حركوا داك الساعه. بالنسبه للعطريه اللي درت السودانيه وفلفل احمر والكمون والملحه، هو بصح البنات ديال الشويان زعلوك المشوي كيجي حسن، ولكن حتى هذا ساهل الا كان جايك شي حد على غفله كديريه فيت في 10 دقائق راه واجد. هنا البنات درت كاس ديال الزيت، كاس غير صغير، المهم فيه شويه البلديه والزيت نباتيه وصافي البنات، وشويه ديال القزبر والمعدنوس وسديت عليه. ملي كيبدا يصفر البنات كتحسبوا له 10 دقائق صافي، كتخفف عليه ديك الساعه كتقليوه شويه. بغيتو تزيدوا له مطيشه ديال الحك زيدوها، كتجيب داك المريقه ديالو عاقده، انا صراحه ما درتهاش. وهنا البنات هذه كفته ديال الغنمي ديال الغنمي، غندير لها فلفله حمراء الملحه الابزار الكمون وهذيك العطريه ديال الكفته وشويه ديال المعدنوس والبصله مشلضه. بالنسبه للبنات الكفته كنزيد فيها واحد الاضافه شويه ديال الخل، وكنزيد فيها النعناع. هنا ما كانش عندي النعناع ما زدتوش، حتى النعناع كيعطيها مذاق زوين صراحه الكفته كتجي هائله. بالنسبه للخل علاش درتو؟ كيفتي البنات اللحم ديروه في الكباب ديروه في الكفته كيفتيها. وهنا زدت البنات القزبر حبوب قزبر يابس مطحون، زدت هو معلقه وشويه ديال الزويته. بالنسبه للبنات لهذا الشيء هذا باش يدخل فيه داك الشرموله، يعني عجنوا الكفته مزيان تدخل فيها شرموله وخليوها واحد الساعه المقانه ولا المهم شرملوها قبل. وبالنسبه للكباب حتى هو هكاك، حتى هو شرملوه قبل وخليوه. المهم دابا هنايا نتوما كيف ما كتشوفوا عجنوها وبركوا بيديكم هكا باش داك العطريه كتدخل مزيان، في ما كتبقاش داك المذاق ديال الغنمي مجهد، كتبقى تذوقي شويه ديال العطريه. وهنا بالنسبه للكباب البنات انا عندي ما فيهش كاع الشحمه حيت كنت قطعت لي عجوزتي الله يعطيها الخير وعطاتني الشحمه بوحدها، وانا متصابيت ما جبتهاش، ملي جبتها جامده بقات كتفرتت لي ما عطاتنيش الطوع. اما البنات ملي كتجيو تشوي وهو ما فيه الشحمه دغيا كيتشوى. بالنسبه للعطريه اللي درت عاوتاني في الكباب، درت الكمون، درت القزبر يابس، الفلفله الحمراء، المليحه، المعدنوس. بالنسبه لذات البصله اللي كندير في الكباب ما كنشلضهاش، كنحكها باش كيشرب داك اللحم كيشرب داك البصله، راه هذيك راه مطحونه داك البصله وها نتوما كتبقاش باينه ولكن كيشربها اللحم كتجي اللحم لذيذه. المهم البنات انا كل وحده تبارك الله كتاخذ الشغل من عند ماماها وكتعرف تقضي، انا كنشارك معاكم. وبالنسبه اللي ما كتعرفش شي حاجه تاخذها من عندي، والله يجازيكم بخير وانتم داعميني في القناه، الله يسهل عليكم الله يعطيكم من نويتو. والله العظيم انا كتفرحوني بزاف بالكومونتيرات الزوينين، الله يخليكم والديكم يخليكم وليداتكم ويعطيكم حتى نتوما ما كتمناو. وهنا حطيت الطبيله ديالي، نتوما زعلوك ديالي وجد 10 دقائق كيوجد بالزربه. بالنسبه للبنات اللي بغات ما تخليش فيه داك القشور ديال الدنجال ما تخليهمش، انا كنخلي شي حبات بالقشور ديالهم. وهنا شويه الكفته، الصراحه حرقتها شويه حيت انا كتعجبني محروقه، انا في العيد كامل كناكل غير الكفته. المهم انا بديت غير كنشارك معاكم اي حاجه، كنتمنى تقبلوا عليا وتخليوا لي كومونتيرات زوينين وتقولوا لي شنو بغيتوا تشوفوا في القناه. المهم هنايا شاركت معاكم يومين، هذا النهار الاول وهذا النهار الثاني البنات،
خرجت لقيت واحد صاحبتي عزيز عليا، الله يسعدها، هي في دويرتها، جات من العرايش. ايوا خرجنا انا وياها وماماها، ايوا مشينا لواحد القهوه، عاد اكتشفتها البنات هي اللي وراتها ليا، جات من العرايش باش توريني انا هاد القهوه غي قدامنا، زوينه الصراحه، كيديروا سلطه فخوي، كيديروا لي كلاص، كيديروا العصائر، والثمن مناسب بزاف. جات البنات بالنسبه للناس ديال الفاس، جات في موفلوري جوج حدا القهوه ديال ارغانا، لاصقه فيها قريبه حداها. المهم بدات تشوفوا الاثمنه كرخاص، جي دورونجي 12 درهم، المهم اثمنه ريزونابل وداكشي لذيذ وزوين صراحه. انا هي انا غنبقى نمشي لها ساعه ساعه فهاد الصهد هذا، نبقى نمشي نجلس فيها شويه. هانتوما البنات حاولت نقربكم الصوره بزاف، فيها زعزع، فيها سلطه خبز، فيها اي حاجه. ايوا المهم البنات فاس حنا ما الصراحه هكا فين تمشي بزاف ما كاينش كاين القهاوي، المهم شي بلايصات قلالين. واكتشفت واحد الجريده دابا نشاركها معاكم عاوتاني في الفيديو الجاي. المهم كنحاول البنات نجيب لكم لي بون بلون اللي عندنا في فاس، وكنتمنى تقبلوا عليا ولهلا يخطيكم عليا. تنتوما هانتوما البنات كيديروا حتى الفطور في الصباح، والفطور الثمن ديالو مناسب صراحه، زوين. فاس فيها الماكله رخيصه والبليسات، واخا تخلي قهوه زوينه و مهلين فيها، والثمن زوين. المهم البنات ومشيت الخرده ديال موفلوري الجوطيه، كي اللي كيقول لها الجوطيه حنا كنقولوا لها الخرده. مشيت البنات نشوف المايويات باش نمشي للبيسين. بالنسبه للمايويات البنات عندي، كانوا عندي وصغار عليا ودابا مع الرضاعه وداكشي، وكنت باغا الانسول حيت راكم عارفين من بعد الولاده الكرش كي كتبقى وداكشي، قلت زعما نلبس الانسول. ايوا ومشيت كنشوف، انا غنشاركهم معاكم بلاتي المايويات اللي خديت والثمن زوين. وبالنسبه للبنات ها هي العصير جابوه لنا، شوفوا كيفاش داير. المهم داكشي كيجيبوه لك، يا سلام انتم. ايوا البنات مهم، انا كنحاول نشارك معكم اي حاجه، وكنتمنى نكون كنفيدكم شويه. بالنسبه للمايو ديال بنتي البنات، شوفوا على مايو كي غزال، غير شي بحط بحيره ان شاء الله. هانتوما البنات كيفاش داير هذا البنات، 20 درهم، لا غلا على مسكين كل شيء يلبس. الحمد لله على صراحه الله الخرده فيها ما يدار حتى هي، غير خصها الوقت وخصها الواحد يكون عنده الكانة ويجلس يقلب. هانتوما البنات كله جديد ونقيقي، 20 درهم، تاد الكبار 20 درهم، كيف ما بغيتو الشكل ديالو 20 درهم. المهم البنات انا غير ما زعما الجديد ما كاينش هكا الذوق ديالنا زوين، ولا هذا خصك تمشي ديكاطلون ولا شي حاجه وتصدقي واخده شي 300 درهم ولا 250، راكم عارفين انت غادا غير مع العيالات وداك الشيء كيف ما بغى يكون المايو. خلاص البوركيني راه حنا واخدينو زوين، والمايو كيف ما بغى يكون. هذا البنات المايو الكبير حتى هو 20 درهم. المهم البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم ونكون كنفيدكم. بالنسبه اللي غتسولني راه في الخرده ديال مون فلوري، يعني في داك البرارك ماشي في الحوانت، اما الحوان داك المحلات اللي دايرين الخرده هادوك كيقولوا 70 درهم، هو نفس الحاجة و 70 درهم. المهم البنات كنتمنى يكون هذا الفيديو هذا عجبكم، وشكرا على الدعم ديالكم، الى فيديو اخر ان شاء الله.